وللحديث أكثر عن انتهاكات المستوطنين الصهاينة في الأقصى وصمود المقدسيين دفاعا عن مقدسات العرب والمسلمين، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المتخصص في الشؤون المقدسية الدكتور محمود الشجراوي. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياكم الله أخي الكريم. القوات الصهيونية تعتدي على مواطن فلسطيني وتعتقل آخرين قرب باب العمود في القدس في وقت يحرق فيه مستوطنون سيارات تابعة لفلسطينيين، إلى ما ترجع هذه الهجمة المستمرة من قبل الصهاينة على فلسطيني الداخل ومقدساتهم؟ الرحيم. الحقيقة يعني أن الأمر أوسع من اعتداء على مسعف أو على مجموعة من الشباب في القدس. المسألة أخي الكريم أن الصهاينة يخططون للاستيلاء على باب العمود الذي هو أحد أهم أبواب مدينة القدس الشريفة المباركة المقدسة. هذا الباب هو باب تاريخي للقدس، وهو أحد أهم الأبواب، وهو مكان يتجمع فيه الشباب المقدسي تقريبا في كل ليلة في غير رمضان. أما في رمضان فله طقوس مختلفة، يجتمع فيه الشباب يسهرون حتى الصباح. فأراد المحتل أن يستولي على هذه الساحة ويثبت سيادته على القدس ويمنع حتى ظهور المقدس الإسلامي في شهر رمضان المبارك. ولذلك كانت هبة باب العمود، هذه الهبة التي نتج عنها خلال أيام اعتقال حتى الآن عدد كبير، عشرات من المقدسيين، وإصابة عدد كبير آخر منهم. طيب، ما البدائل التي يواجهها المقدسيين في ظل هذه الانتهاكات المستمرة من قبل المستوطنين الصهاينة وقوات الاحتلال الصهيوني؟ الحقيقة أنه لا خيار أمام أهلنا وأبطالنا في بيت المقدس الذين ينوبون عن الأمة في الحفاظ على مقدساتها إلا الصمود في مقارعة المحتل. هذا المحتل الذي منظمات الهيكل فيه الآن تحاول أن تحشد لأكبر اقتحام للمسجد الأقصى المبارك في يوم 28 رمضان القادم. وحقيقة دعواتهم هذه أخذت مجال واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، وأهلنا في الداخل الآن يستعدون لكسر وإحباط هذا الاقتحام الذي يتوافق مع يوم 28 رمضان، وبالنسبة للتقويم العبري هو يتوافق مع يوم احتلال القدس، يوم احتلال القدس في التقويم العبري، فيعتبروا أن هذا مناسبة مهمة عندهم ويدعون لأكبر اقتحام. نتوقع أن يقدم إلى المسجد الأقصى عشرات الآلاف من الصهاينة، ولكن هبت باب العمود هذه أعطت المحتل الصهيوني فكرة عن ماذا سيحدث في يوم 28 رمضان، لأن أهلنا في الداخل الفلسطيني الأراضي المحتلة عام 48 وأهلنا في الضفة الغربية الآن جميعا يتنادون ليحشدوا وجودهم ورباطهم وبقائهم ومكوسهم واعتكافهم في المسجد الأقصى، ليس فقط في ليلة 27 بل البقاء حتى يوم 28 رمضان، اليوم الذي سيجتمع فيه مناسبتان، المقدس الإسلامي والمقدس اليهودي المزعوم، وليس مقدس حقيقي، إنما هو يوم احتلال القدس. ولذلك سنشهد في يوم 28 رمضان أيضا يعني صدامات كبيرة وصمود وتضحيات من أهلنا في بيت المقدس. طيب، أنتم ذكرتم اقتحام المسجد الأقصى أو الدعوة من قبل المستوطنين في يوم 28 من رمضان الحالي، لكن ما الذي تتوقعونه سيحصل إذا ما حصلت هذه الهبة أو هذا الاقتحام للمسجد الأقصى خصوصا من أهالي المقدس؟ أخي، هذا الاقتحام إذا تم فالخاسر ليس فقط أهل بيت المقدس. الهجمة على المسجد الأقصى المبارك الذي هو ليس ملك للمقدسيين، إنما هو ملك للأمة، لكل أمة الإسلام، أمة المسلمين. ولذلك اليوم بالمناسبة قبل ساعة أو ساعة ونصف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وهيئة علماء فلسطين وحوالي 55 هيئة علمائية في العالم عملوا مؤتمر صحفي، ووقف العلماء وقفتهم الطبيعية إلى جانب أهلنا في بيت المقدس. وإذا أردتم ممكن أن أرسل لكم حتى البيان الختامي للمؤتمر الصحفي الذي تحدث به علماء الأمة في وقوفهم ومناصرتهم لأهلنا في فلسطين. نعم، الدكتور محمود الشجراوي المتخصص في الشؤون المقدسية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.